مرحبا أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد من دروس الصف الثالث المتوسط. وصلنا إلى lesson 8 إلى الدرس الثامن writing an advert، نكتب إعلان. هاي الصفحة مو كلش مهمة، لكن رح نتعرف على كلمات ممكن تحسن لغتكم. تعالوا حتى نبدأ الدرس. بالبداية عندنا أسئلة هنا، قبل ما نحل الأسئلة رح نروح نقرأ ونترجم وبعدين نحل الأسئلة وبعدين ننتقل إلى كتاب النشاط. بالبداية رح ناخذ ماكس اوت 500، هاي الساعة اسمها ماكس اوت 500. ميك ستيتمنت، ستايلش بمعنى انيقة او راقية. ستيت اوف ذا ارت واتش فور افري اوكيجن، هي الساعة فور افري اوكيجن لكل مناسبة. فانكشنز يعني الوظائف مالتها، انكلود اسليب تتضمن النوم. هارت ريت بمعنى قياس دقات القلب. بيس ستر بمعنى جهاز ضبط السرعة. ديبث اند هايت مونيتر مراقب العمق والارتفاع. سماش بروف يعني ضد الكسر. دروب بروف يعني ضد السقوط. تو 100 متر ضد المياه لعمق 100 متر. باتري لايف عمر البطارية 12 hours 12 ساعة. leather plastic and material متكونة من الجلد والبلاستيك والمعدن. stripes available stripes معنى حزام الساعة متواجد وسعرها 1,300,000 إيراكي دينار، سعرها 1,300,000. زين هسه نجي الثانية slim line 40. أنيت بمعنى مرتبة. لايت ويت خفيفة الوزن. perfect for runners perfect يعني جيدة إلى runners يعني اللي يركضون and athletes والرياضيين. easy to set up set up بمعنى سهلة التنصيب and use والاستخدام. one button to change the screen one button يعني ضغطة واحدة أو زر واحد يغير الشاشة. functions الوظائف مالتها stop watch stop watch هي ساعة التوقيت. step counter يعني يحسب الخطوات. and heart rate monitor يحسب دقات القلب. water resistant يعني مقاومة للمياه. comes in six color يأتي بست ألوان. والباتري لايف باتري لايف 6 hours 6 ساعات سعرها 250,000 إيراكي دينار، سعرها 250,000 عراق. بعد عندنا the water 2.0 watch your health watch your health يعني يساعدك على تتبع الصحة مالتك. in style style يعني قصد الموديل. works with all operating systems تعمل تحت او في جميع انظمة التشغيل. functions الوظائف include تضمن calorie يعني السعرات الحرارية. counter حساب السعرات الحرارية. step counter يحسب الخطوات. heart rate معدل ضربات. sleep نوم. and blood pressure وضغط الدم. monitor يعني بقياس ضغط الدم والنوم. easy to move between functions with the touch screen من السهولة التحرك بين الوظائف بتاتش سكرين يعني الشاشة مالته على اللمس. water resistant مقاوم للمياه. and drop proof ضد السقوط. battery life عمرها 8 إلى 10 8 to 10 hours سعرها 460,000 إيراكي دينار. زين أسئلة. is the most least expensive أغلى وحدة. most expensive هي max out 500. least expensive أرخص شيء هي slim line. زين
is the best for a beginner. هي جيدة لشخص مبتدئ ممكن slim line. Has the best battery life. أفضل battery life هو الماكس out. Is available in the most colors. اللي موجودة بألوان عدة. هنا موجودة بست ألوان. زين. Is the best for water sports. الأفضل للرياضات اللي بيها ماء. Max out waterproof لحد 100 متر. Okay. زين. Is the best for monitoring your health. الأفضل لمراقبة الصحة مالتك هي the water. خلينا ننتقل إلى كتاب النشاط. كتاب النشاط عندنا نفس الموضوع قرأناه وترجمناه، رح نجي نقرأ ونترجم. The max out 500 is waterproof. صح. The slim line 40 is available in 8 colors. False. هي موجودة ب 6 colors، 6 ألوان. The watcher 2.0 is the cheapest watch. أرخص ساعة هي الواتشر 2.0. False. كانت أرخص ساعة هي هاي السليم لاين. The max out 500 has a sleep monitor. صح. يعني بيها يراقب النوم مالتك. They all have touch screens. كلها بيها touch screens يعني شاشة لمس. False. زين. The watcher تجي ويا touch screen. They all measure your heart rate. كلها تقيس معدل ضربات القلب. True. نعم. زين. هسه نجي بالبداية تأتي بsix colors، ست ألوان. هنا سليم لاين هي أرخص شيء، وآخر شيء only the watcher 2.0 has a touch screen. بس هاي الساعة بيها شاشة لمس. زين. صفحة 19 رايد من عندكم تكتبون إعلان، وهذا الإعلان يشمل هاي المواضيع. هذا نشاط صفي مو كلش مهم. رح ننتقل إلى صفحة 20. صفحة 20 بيها تمرين معاني جدا مهم. Write the opposite of the words. اكتب العكس. Dangerous خطر عكسها safe آمن. Awful عكسها nice. Awful سيء و nice لطيف. Expensive غالي عكسها cheap رخيص. Happy عكسها unhappy. Old عكسها old بمعنى قديم أو كبير بالعمر. أما عكسها new أو young. New جديد واليانج هو صغير بالعمر. Uncomfortable عكسها comfortable بمعنى غير مريح، وهنا أنا مريح. بعد عندنا definitions تعاريف، أيضا مهمة هاي التعاريف. It makes cars, boats and planes move. اللي يخلي السيارات والقوارب و planes الطائرات تتحرك هو engine المحرك، أو هي الفيول يعني مقصود به البنزين الوقود. Words and pictures to help sell things. كلمات وصور تساعد على بيع المنتج هي advertisement. Advertisement بمعنى الإعلان. A person who helps others is شخص يساعد الآخرين هو helpful هو مساعد. You can monitor your health with this device. بإمكانك إنه تراقب الصحة مالتك مع هذا الديفايس. المنتج هو سمارت ووتش ساعة ذكية. Three or more people waiting in line. ثلاث أشخاص أو أكثر ينتظرون في خط هو كيو يعني الطابور. مهم مهم مهم. ذني التمرينين. زين. آخر شيء انتقلنا إلى الراوند أب. الراوند أب هو كل شيء أخذناه بهاي الوحدة. أخذنا describing places وصف الناس من خلال استخدام there is و there are و it has. عرفنا شلون ننفيها وعرفنا شلون نستخدم أدوات التنكير وشلون نستخدم some و any و a lot of. زين. عندكم شرح موضوع describing a continuous state، شرح حالة مستمرة
يعني المضارع المستمر والماضي المستمر. أيضا راح تلقون الشرح مالتها السبورة. حكينا عن telling the time، قلنا الوقت، والشرح مالته راح تلقون السبورة. حكينا عن ترتيب الصفات، وأيضا شرح السبورة موجود. شلون نصف الناس أيضا حكينا عنه السبورة. ال compound words الكلمات المركبة أيضا حكينا عنها، و giving reason أيضا حكينا عنها. كلها راح تلقوها بفيديوهات السبورة، راح تلقوها بقائمة تشغيل ثالث متوسط بالسبورة. بعد عندنا lucky customer، قريناها وشرحتها لكم وترجمتها لكم، وأكو أسئلة عنها، أسئلة وزارية، وحلينا أسئلة الأكتيفيتي بوك، وأيضا أخذنا إنشاء الوحدة الأولى. كلهن وين راح تلقوهن؟ راح تلقوهن بقائمة تشغيل الثالث كتاب الطالب كتاب النشاط. إلى هنا ينتهي درس اليوم، شكرا لكم وانتظرونا في درس جديد.